موضوع تثبيت سعر الدولار. نعم. كيف قدروا؟ كيف كان قبل عم يعمل هاي الشوطات طلوع ونزول؟ كيف قدرنا فجأة نثبت السعر؟ صرنا ثلاث جماع بنثبته على 20 21 21 وشوي. شو يعني هذا الحكي؟ هذا ما بيأكد انه الموضوع هو موضوع سياسي بامتياز وإلهم ايد وبيلعبوا مثل ما بدهم بالموضوع هلا هن بيقدروا يلعبوا مثل ما بدهم اذا معهم الادوات. في نقطة مهمة هون جدا كثير، انه الاكسجين اللي فات لهم من حقوق السحب المليار و100 مليون دولار، هودا عرفنا شيء شو صار فيهم؟ ما عرفنا شيء شو صار. طبعا أصلا التعتيم سيد الموقف. هودا يقال انه استعمل جزء منهم، لانه انت باخره المطاف اذا عندك سوق 20 30 مليون دولار وعم بتمديه كل يوم معك هالمليار، فيك تضاين ثلاث شهور خلينا نقول لنوصل ل 15 ايار 16 ايار بتفتي. انا من اول ما ابتدى مد السوق المصارف بالدولارات كنت عم بقول انه مش مهم اي سعر يثبت عليه، مهم الاستدامه، لانه هيدا كمان تفريط. هلا برز انه ما في امكانيه لاستدامه هذا الامر. أكيد. اول شيء لانه المورد يلي اذا قلنا استعملوا المصاري يلي ما بنعرف شيء عنها من صندوق النقد يلي طلعت لنا من البنك الدولي، من صندوق النقد الدولي. شو كان مصيره؟ هل يا ترى كانوا على اساس ما بده يندق فيها؟ باي فكره، اما ببرنامج شو رح يعملوا فيهم، باي استثمار انفاق استثماري، علما انه بكل الموازنه ما في اي انفاق استثماري. صحيح. كله انفاق جاري وما في اي اصلاح. اذا عمليا يعني اللي بعد بيفكر وبيتأمل انه هالطبقة السياسية ممكن تحسن اما تغير شيء بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي بيكون واهم، بيكون واهم، لانه مش معقول اذا بكل هالفترة ما قدروا يعملوا شيء. يعني في مشكلة اساسية، انه هن بدهم يستشرسوا لما يصير في اي محاسبة، لما يصير في توزيع الخسائر بطريقة عادلة، علما أنه نحن كمان نحب نعرف من أين أتت هذه الخسائر وكيف حملها الفجوة، ومين نهب هالأموال، لأنه لازم يتحاسبوا كلهم. بالتالي هن عم بيكفوا هيك. واليوم مثل ما مبين الأمور أنه نحن شوي عرف اليوم بكفوا بيماطلوا ليرجعوا ياخذوا شرعيه بالمجلس النيابي الجديد، ويرجعوا بيفرزوا سلطه جديده، لانه عمليا منشوف انه في تراشق سياسي بس ضمنيا كلهم متحالفين. غريب الشكل هذا. لا خلينا ارجع على موضوع الدولار. نعم. تحديدا هلا المرشح شو بالكترة الطلب على الدولار هلا؟ نعم. وهيدي الريستريكشن اللي عم بتصير بالموضوع، ما في يخنق، يعني حنرجع هلا نشوف انه بده يرجع يفز الدولار. ما بيقدر يخنق السوق من يعني يجفف السوق من 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 الليره اللبنانيه. ليش؟ لانه ما بعد في حدا يقدر ياكل، ما بعد فينا نستورد. هلا كل ما بده تطول الازمه باوكرانيا اكيد بدها تزيد ضغط على لبنان، لان نحن بنستورد من الخارج. المشكله الاساسيه انه اذا ما صار في اي خطه شامله واي مقاربه ماكرو اقتصاديه رح نضلنا نحن بهذا الواقع الهش، وعلى افضل الاحوال ممكن بعد شهر شهرين ومن بعدها من بعدها خلينا نقول انه في حال تخلى عن تثبيت الاصطناعي اكيد ما تغيرت يعني اي مؤشرات. يعني عم بتقلي انه بدنا نضل شهر شهرين تكون قطعنا الانتخابات؟ يعني إذا هي عمليه تقطيع الانتخابات؟ اذا قدروا يقطعوا اكيد عملية تقطيع، لأنه النقمة على مين بدها تجي؟ إذا صار في ارتفاع جنوني لسعر صرف اللي بيحرك اليوم الشارع هو الدولار اللي بيحرك الشارع، لأنه شفنا أنه كل شعارات الجوع. الجوع يعني بده يوصلنا هذا للجوع. وقت نحن 85% من الشعب اللبناني صار تحت خط الفقر وما تحركوا، اللي بحرك هذا الشيء هو جوع وارتفاع سعر صرف الدولار. بالتالي هدفهم هن تمرير هذه المرحلة اللي هي
بتمرق برايك هذه المرحله؟ بتمرق حسب اكيد بده تمنى حاكم مصرف لبنان. شو يعني؟ يعني بفتكر انا بده تمنى شيلوا عن الاتهامات ووقفوا الملاحقات وعملوا هيدا تضل مهديكم الجو تتعملوا انتخابات. نعمل هدنه، بنعمل هدنه، انا عم حلل يعني ما عندي معطيات. وشو معه طيب. وشو معه أموال هو مستعد يكفي فيها مقابل إذا نحن تبرئته. إذا نحن فرطنا من بداية الأزمة، من بداية الأزمة لليوم كنا ب 31 مليار، صرنا ب 12 مليار، مليارين زايد مليار بالناقص، ما لنا مشكلة هيدي. حلو، أنا هيك رأيي، هيك عم بيعملوا يعني، هي سياستهم، عم بيتبعوا هالسياسة. نعم، خلينا نروح على فاصل إعلاني قصير، نعود بعده ونتابع.